متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقاتنا، نتابع وإياكم اندفاعات هذا الشوط وشوطنا 11 في مجمل الأشواط الصباحية، نتابع وإياكم اندفاعات هذه الأسماء والانطلاقة لهذه الشعارات في ميدان التحدي، منافسات متتالية ومنافسات شيقة مع هذه الشعارات المنطلقة شعارات أبناء القبائل، نتابع وإياكم اندفاعات هذه اللحظات على المقدمة والصدارة. مركزنا هنا نتابع نجوم على المركز الأول، ونجوم بشعار طالب مسلم بن طالب بن عقيل النابت على المركز الأول، والمقدمة تقدم لنا أيضا بهذا الشعار شعار أيضا مسلم بن طالب. نتابع في هذه اللحظات اندفاعات هذا الشوط بينما النقل على المركز الثاني. المركز الثاني نتابع العنود لسالم بن محمد بن حران المري هنا في هذه اللحظات، ولكن أرى القدوم والوصول من مهابة باللي شعار صالح بن راشد الدعبة يصل في هذه اللحظات، يغير من مركز إلى مركز إلى المقدمة مباشرة بهذا الشعار وباندفاعتها مع المركز الأول. بينما النقل على المركز الثالث نتابع وإياكم اللي على المركز الثالث هنا تندفع بانطلاقتها، والانطلاق هنا مع اللي على المركز الثالث العنود سالم بن محمد بن حران. المركز الرابع نتابع المركز الرابع والقدوم على المركز الرابع، نشاهد وإياكم القادمة هناك مغارة لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي قادمة مع المركز الرابع منطلقة بشعار الجفالي. المركز الخامس القدوم من جود لفهد بن حصين الرمزاني النعيمي قادم في هذه اللحظات بشعاره شعار فهد بن حصين أيضا يصل مع المركز الخامس. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى، وأرى التغيير في هذه اللحظات على المركز الخامس من اللي وصلت هناك من الجانب الأيمن، نشاهد وإياكم اندفاعها وانطلاقها هناك، نتابع هنا الوصول من سيوف اللي قادمة، لكن بنعود إلى المقدمة. يا السلام إلى المراكز الأولى المنطلقة، نتابع هناك شعار الدعبة صالح بن راشد يعود لنا بمهابة في هذا الشوط بعدما أن قدم لنا حربة، يعود لنا في هذه اللحظات باندفاع والأروع مع مهابة لصالح بن راشد الدعبة. المركز الثاني نجوم على المركز الثاني بشعارك ابن عقيل هنا طالب مسلم بن عقيل، يا السلام يصل على المركز الثاني، يصل وأيضا أداء متميز مع هذه البطلة نجوم اللي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع القدوم في هذه اللحظات، المركز الثالث غرياف لفهيد بن سالم العفرة قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع نشوف القادمة هنا اللي هي مغامرة لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. المركز الخامس نتابع القدوم من أرصاد شعارك يا بن عايض يقدم لنا أرصاد على المركز الخامس لمحمد بن علي العايض المري. هذه النتيجة مع الخمس المراكز الأولى أرى اسمه قادمة، أرى شعارات قادمة، شعارك يا بن قريع وشعارك يا بن نورة قادم في هذه اللحظات، شعارك يا أيضا يا بن حسين، لكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى مهابة صالح بن راشد الدعبة، ولكن الله مرحبا بنجوم ونجوميتها العالية وأدائها المتميز. نتابعها الكيلو المتر الأخير، أول من اقتص الشريط للكيلو المتر الأخير هي نجوم، يا نجوم على المركز الأول على المقدمة، يطمح ابن عقيل أيضا التوقيت الأفضل، يا السلام باندفاع والأروع بنجوميتها العالية بأدائها بشكلها الممتاز. شوفوا شكلها ما شاء الله تبارك الله على نجوم وعلى نجوميتها العالية أدائها متميز. لكن المركز الثاني عذبة، على المركز الثاني طلال بن سعيد النورة ما أقدم لنا عذبة في هذا الشوط. المركز الثالث نتابع القدوم هنا في هذه اللحظات مغامرة حسن بن راشد بن حسن الجفالي. المركز الرابع نتابع محبة فران بن عتيق. المركز الخامس هناك أيضا أرصاد محمد بن علي العايض، لكن نعود إلى نجوم، ولكن الله عذبة قادمة
قادمة، عذبة قادمة. هناك شعار ابن عقيل يقدم لنا نجوم، نجوم هناك مع طالب مسلم العقيل، ولكن عذبة، عذبة صامدة، صامدة. نجوم، نجوم 300 متر أخيرة، 300 متر خطيرة. نجوم، عذبة، عذبة، نجوم الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. الله، يا سلام، يا سلام، تحدي، إثارة. نجوم عيت، نجوم عيت على الأول، نجوم عيت على الفوز. نجوم، عذبة تحاول، عذبة تحاول، ولكن نجوم، نجوم أبت إلا أن تأخذ المركز الأول. تهانينا للوالد طالب بن مسلم آل عقيل، تهانينا لمسلم بن طالب، من قدم لنا نجوم بنجوميتها العالية بشكلها الممتاز. تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني عذبة اللي ما قصرت، لطلال بن سعيد بن نورة المري اللي وصلت أيضا إلى الرمق الأخير بمنافسة قوية شيقة. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث مغامرة على المركز الثالث، حسن بن راشد بن حسن الجفالي. المركز الرابع، المركز الرابع محبة لفرن بن عتيق بن قريع. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت ارصاد محمد بن علي العايض المري. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الاداء. 6 دقائق 13 ثانيه 63 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس على فوز ارصاد او النجوم لطالب بن مسلم من طالب بن عقيل على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني عذبه اللي تشكر على هذا العرض، ما قصرت عذبه، لكن النجوميه مع نجوم. عذبه هي توقيتها 6 دقائق 13 84 جزء من الثانيه. تهانينا لك يا طلال بن سعيد نوره ايضا من قدم لنا عذبه في هذا الشوط بكل نجوميه عاليه، ايضا بايضا هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث مغامره ايضا توقيتها 6 دقائق 18 ثانيه 53 جزء من الثانيه. تهانينا لحسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. تهانينا والناموس للجميع.